اخبارنا طبعا المحليه من منتخبنا الوطني، وبيطير خلاص بعد قليل بعثه منتخب مصر بقياده البرتغالي كارلوس كيروش لانجولا على طياره خاصه، طبعا استعدادا لخوض مباراه الفريقين طبعا بين مصر وانجولا، هتكون الساعه 9 مساء ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي في الجوله الخامسه من التصفيات المؤهله لكاس العالم 2022 في قطر. خاض منتخب مصر طبعا مرانه صباحيا اليوم قبل التوجه لمطار برج العرب في الاسكندريه، والاستقلال طبعا الطائره الخاصه ليها للتوجه لانجولا على طول، ومن المقرر ان هي تعود بس منتخبنا ان شاء الله عقب المباراه مباشره، استعدادا لخوض كمان مباراه الجابون اللي هتكون يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله في مصر ان شاء الله في الجوله السادسه والاخيره من التصفيات المؤهله لكاس العالم. قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر اصطحاب جميع اللاعبين لانجولا وكان عددهم 25 لاعب. كمان قرر الجهاز الفني اصطحاب محمود الونش لاعب الزمالك ضمن البعثه رغم ايقاف الحصول على انذارين وعدم مشاركته في المباراه، بيرغب طبعا كيروش في فرض حاله من التركيز الشديد داخل معسكر المنتخب لتحقيق نتيجه ايجابيه. بتضم قائمه المنتخب طبعا لمنتخب مصر حتى الان في حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد ابو جبل، محمد صبحي، محمود جاد. في خط الدفاع اكرم توفيق، احمد فتحي، احمد حجازي، احمد ياسين، ايمن اشرف، محمود علاء، احمد فتوح، محمد حمدي، محمود حمدي الونش. خط الوسط بيضم كل من محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السوليه، امام عاشور، عبد الله السعيد، مصطفى فتحي. وخط الهجوم بيضم كل من محمد شريف واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد ومروان حمدي ومحمد صلاح ومحمد مجدي قفشه. تفاصيل أكثر